إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، هذه كلمات وصية للمعتكفين والمعتكفات وزاد للقائمين والقائمات إلى الذين هجروا بيوتهم لبيوت الله وأقبلوا على محبة الله ومرضات الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله، فسبحان من أخشع قلوبهم، فسبحان من أخشع تلك القلوب وكساها ذلة وانكسارا، وسبحان من أبكى تلك العيون من خشيته فسحت بدموعها عشية وأسحارا، رفعت كفها إلى الله أن يرزقها جنة وأن يحجب عنها نارا، وأن لا يفضحها يوم العرض عليه بين الخلائق فيكسها ذلة وخزيا وعارا، سبحان من شرح صدورهم للصالحات ووفقهم لعمارة الأوقات بالطاعات، سبحان من وفقهم لمحبته وزادهم من عظيم منته، فكم بينهم من تائب قبل الله توبته، وكم بينهم من داع قد استجاب الله دعوته، وكم بينهم من مستقيل منيب قبل الله توبته وإنابته وأقال عثرته، وكم بينهم من مفروج من منكوب مكروب فرج الله همه وكربته. يا له من شهر كريم، ويا له من رب حليم رحيم، ها هي أيامه تتابعت، وها هي ساعاته الغر الكريمة على كل بر، قد مضت وتلاحقت، وها هو نصف الشهر قد ولى، وأقبلت العشر الأواخر، أقبلت العشر، والله أعلم كم في جنباتها من رحمات وخيرات وبركات، أقبلت العشر، والله أعلم كم فيها من خيرات وبركات ورحمات، عشر أقسم الله بها في كتابه المبين، وكانت إذا دخلت على الرسول الأمين شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. عرف حقها وقدرها فقام فيها حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. عشر إذا دخلت على الصالحين هجروا بيوتهم لبيوت الله، وهجروا أهلهم إلى مساجد الله وذكر الله. عشر أحبها الله وفضلها على سائر العشر، بل فضلها على أيام كل شهر، فيها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فكم أصبح في صبيحتها عبد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
يا لها من عصر يطيب بها الذكر. يحتاج المؤمن الصالح الموفق وهو يضع أقدامه على أولها أن يستجمع الوصايا التي تذكره بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. فإذا أراد الله بالعبد الخير وأراد أن يرحمه وأن يسدده ويوفقه جمع له الخير في هذه الأمور التي هي وصية لكل مؤمن ومؤمنة ولكل قائم وقائمة ولكل معتكف ومعتكفة. خير الوصايا وأجمعها وأشرفها وأعلاها وأسناها الوصية بتقوى الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل وأنت مقبل على هذا الموسم العظيم من مواسم الخير. ومن أعظم الخصال التي تحصل بها التقوى أن تعلم علم اليقين أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به وجهه، فالأعمال بنياتها. فكم من قائم في العشر ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. أخلص لله في الاعتكاف وادخل إلى بيوت الله وليس في قلبك إلا الله، ترجو رحمة الله وتخشى من عذاب الله. تخرج إلى المعتكف لا للأصحاب ولا للأحباب ولا لسلوان الإخوان والخلان، ولكن لرحمة الله الكريم المنان. أول وصية يوصى بها المؤمن وهي جماع التقوى إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا. من أخلص لله في اعتكافه شرح الله صدره وشرح الله قلبه، فأقبل على كل خير وكتب الله قيامه وتعبه ونصبه، فعظم بالإخلاص أجره وأثبت له دواء وأجزل له مثوبته. الوصية الثانية وصية من ربك: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أن تبدأ بفرائض الله وحقوق الله عز وجل، فإن حالت بينك وبين الاعتكاف فارجو رحمة الله ولا تخاف. إياك أن تعتكف ولك أم تنتظر برك أو أب ينتظر خيرك. إياك أن تعتكف ووالداك بحاجة إليك. قال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما وأضحكهما كما أبكيتهما. كم من قائم على أم مريضة يسقيها دواءها ويعالج داءها، كتب الله له أجره في الاعتكاف وهو لم يعتكف. كم من قائم على أب كبير شيخ ضعيف يرحم ضعفه ويقضي حوائجه، كتبه الله مع المعتكفين بنيته وبلغ البر بواسع رحمته. بر الوالدين واجب وفريضة، فلا يتقرب العبد باعتكافه ووراءه أب وأم يحنان إليه لعظيم حاجتهما إليه. إياك أن تعتكف وفي الأهل حاجة ماسة إليك، فتلك فريضة الله التي أوجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. ولقد تخلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة بدر الكبرى وهو يمرض زوجته رقية رضي الله عنه وعنها. فلا يعتكف المعتكف ووراءه حقوق وواجبات ووراءه فرائض لله جل وعلا أو لعباده. فقم بفرائض الله، فإن حانت بينك وبين الاعتكاف فارجو رحمة الله. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وهو بعيد عن مدينته:
إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ماديا ولا قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فمن حبسه بر الوالدين أجر، ومن حبسته حقوق الأبناء والبنات والأهلين والزوجات أجر. فالله كريم والمعامل عظيم حليم. الوصية الثالثة: إذا خرجت إلى معتكفك فتخير أحب المساجد إلى الله وأعظمها أجرا عند الله، فتلك الزلفة التي تقرب إلى الله. فأحب المساجد إلى الله بيته ومسجد الكعبة الذي شرفه وكرمه، صلاة به بمئة ألف صلاة فيما سواه، فاجعله خير ما تختار من المساجد ومن بيوت الله. فيه فضيلة الطائف التي ليست لمسجد سواه، وفيه فضيلة تقبيل الحجر وتلك المواضع المباركات التي شهد بفضلها من فوق سبع سماوات. فاجعله معتكفك واجعله مكان خلوتك واحمد الله على التوفيق. فلا تؤثرن على هذا الخير أي مسجد سواه، فما فضل الله فهو الأفضل، وما كمله فهو الأكمل. فالتمس خير البيوت وأشرفها. أما ما سواه من المساجد فمن بعده مسجد النبي المصطفى حبيب ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه أحد هذه المساجد الثلاث، فليلتمس أقدم المساجد مما تقام فيه الجمعة. ولذلك قال الله في كتابه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأحق بيوت الله بالاعتكاف ذلك المسجد الذي قدم عهده، وهو أفضل المساجد بالنسبة لما بعده، بل هو أحق أن يقوم فيه المعتكف. والتمس مسجدا تقام فيه الجمعة والجماعات، فإن ذلك واجب من الواجبات إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف العشر بكمالها. أما الوصية الرابعة فوصية ببيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد لها حقوق، وبيوت الله لها حقوق، وهي شعيرة من شعائر الله التي أمر الله أن تعظم وأن تجل وأن تكرم. وإجلالها وإكرامها دليل على خوف العبد من ربه وخشيته لله خالقه وطمعه في عظيم رحمته. إجلال بيوت الله من إجلال الله، فإذا دخلت بيوت الله فعظم حقها وأجل شأنها واتق الله عز وجل في حرمتها. فكم أذهبت تلك الحرمة من حسنات، وكم أوجبت لمن انتهكها من ذنوب وخطيئات وسيئات. لا تسبن فيها مسلما، ولا تشتمن فيها قائما، ولا تغتاب فيها، ولا تلمز فيها، واتق الله عز وجل ما أقمت في جوانبها. فلها حرمة عند الله لم تقم للقيل والقال، ولم تقم للقاءات، ولا للحكايات، ولا للترهات، ولكن أقيمت لذكر الله فاطر الأرض والسماوات. أقيمت حتى تعمر من التلاوة والتسبيح والتهجد والتراويح. فذلك هو الدين الصحيح. ينبغي على المعتكف أن يتقي الله عز وجل في بيت الله الذي اعتكف فيه، وأن يحفظ لهذا البيت حرمته. ولربما زل عليك أخوك فاتق الله عز وجل فيه، فلا تقابلن الإساءة بإساءة أعظم منها. ربما ضايقك في مكانك أو آذاك في صلاتك، فاحتسب الأجر عند الله، واذكر ما بينك وبينه من الأخوة في الله، واذكر ما بينك وبينه من وشيجة الإسلام والإيمان.
لا تسبن مسلما ولا تشتمن قائما فتذهب عليك حسناتك ويعظم عليك وزرك. واتق الله عز وجل في حرمة تلك البيوت، عل الله أن يجعلك من خيار عمارها، من المعتكفين من إذا دخل معتكفه لم ينطق لسانه بأذية مسلم حتى يفارقه. طوبى لمن صام الله لسانه ما دام قائما في بيت من بيوت الله، طوبى لمن صام الله جوارحه وأركانه ما اعتكف في جوانب مساجد الله. فاحفظ لهذه المساجد حرمتها، واتق الله عز وجل في حقها. ألا وإن من إجلالها إمارتها بذكر الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الله أثنى على القائمين وأثنى على الراكعين الساجدين، وما يدريك لعل هذا المكان الذي تسجد فيه أن يكون شهيدا لك بين يدي الله جل وعلا. وأرق عليه دموع الندم، واسأل الله جل وعلا أن يعفو عما كان منك في دياجير الظلم والظلم، واسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأنت ساجد في هذه الأماكن المطهرة بالجود والكرم. إن المساجد بيوت الله، ينبغي للإنسان أن يعظمها ويجلها. ألا وإنه من توفيق الله عز وجل أن تدخل إليها وأنت خائف من حرمتها. ذكروا عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان في آخر عمره خرج من مكة إلى الطائف، وقال رضي الله عنه وأرضاه: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه الدنيا، يعني الكعبة شرفها الله. من الوصايا التي يوصى بها من كان معتكفا أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأجمل الهدي، فقد عبد ربه صلوات الله وسلامه عليه بأتم العبادة وأجملها وأكرمها. كان من هديه إذا دخلت عليه العشر كانت فيه ثلاث خلال، ثلاث خصال حكتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كان إذا دخل عليه العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. أما شد المئزر فقال بعض العلماء كناية عن تركه للنساء، وذلك أن المعتكف يحرم عليه وضع النساء والرفث، فيجتنب النساء والوقوع في الأمور التي تسبق أمور الجماع. كذلك أيضا قال بعض العلماء شد مئزرة، أي جد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه، فكان من عبادته وصلاته وذكره لربه في هذه العشر ما لم يكن في غيرها. ولذلك وصفته بكونه شد مئزرة إشارة إلى عظيم ذكره وعظيم عبادته لربه جل وعلا. فشد المئزر وأقبل على الله جل وعلا بكثرة ذكره وشكره وعبادته. كذلك أيضا قالت رضي الله عنها وأحيا ليلة، قال بعض العلماء: ما كان صلى الله عليه وسلم ينام في ليالي العشر أبدا، أي أن قولها رضي الله عنها وأحيا ليلة أي أن صلاته استمرت من بعد العشاء يحيي ليله إلى أن ينبلج الفجر صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء: بل كان يصلي وينام كما هو هديه في سائر العام، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أحيا ليلة إلى طلوع الفجر حتى توفاه الله. فقالوا إنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاة والنوم، وأصح الأقوال أنه يحيي الليل على ظاهر ما ورد من السنة عنه عليه الصلاة والسلام. أما كونه في المعتكف
فإن أمره يخفى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالسنة لمن أراد أن يعتكف أن يجتهد ليلة في تلاوة كتاب الله والقيام بحق هذا القرآن من صلاة وركوع بالصلاة وغير ذلك من طاعة الله. ولذلك قال بعض السلف: أستحب إذا اعتكف العبد في العشر أستحب لمن اعتكف العشر أن يحيي ليلها كلها. وذلك لأن الله جل وعلا جعل فيها ليلة القدر، وجعل فضل هذه الليلة لمن قامها. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما كان اعتكاف المعتكف يلتمس به هذه الليلة من العشر، شرع له أن يتم قيام الليلة بكمالها. فمن كمل قيام الليل فإن الله يزيده فضلا وأجرا. وذلك لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل الاعتكاف. أيها الأحبة في الله، الاعتكاف في بيوت الله مدرسة للعابدين ومدرسة الخاشعين ومدرسة القانتين. فإذا أراد الإنسان أن يعتكف فليتمم اعتكافه بالجد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل بصدق وعزيمة. ومن الأمور التي تعين على هذا الاعتكاف أن يهيئ الإنسان من نفسه اغتنام هذه الفرصة العظيمة. إذا أردت أن تعتكف وأنت خارج من بيتك فخذ بالأسباب التي تكسر قلبك لله جل وعلا، خذ بالأسباب التي ينشرح بها قلب صدرك ويطمئن بها قلبك، خذ بالأسباب التي تعلق قلبك بالله رب الأرباب. إذا خرجت من بيتك فاحمد الله جل وعلا أولا وآخرا أن الله وهبك صحة وعافية تستعين بها على طاعته ومرضاته، وقل الحمد لله على التوفيق والحمد لله على نعمته. فإن شكرت نعمة الله على العافية زادك. فإذا خرجت فاخرج وليس في قلبك إلا الله، ترجو رحمة الله على نور من الله، تخشى عذاب الله ولقاء الله. تخرج وليس في قلبك صديق أو رفيق أو صاحب أو حبيب أو خل أو أخ، وليس في قلبك إلا الله. حتى إذا خرجت من بيتك أحسست أن عليك ذنوبا كثيرة وأن عليك أوزارا عظيمة وأن منك عيوبا جليلة، فأقبلت على بيت الله جل وعلا وأنت أشد ما تكون افتقارا إلى رحمته، تقبل عليك العشر وأنت تحس أنك بحاجة إلى رحمة ربك، فقيرا إلى حلم الله خالقك، أحوج ما تكون إلى رحمته وأفقر ما تكون إلى عفوه ومغفرته. حتى إذا دخلت بيته المبارك أثنيت على الله بما هو أهله، ووددت أن عينا لم تراك وأن أذنا لم تسمعك، وأن ما يكون من عبادتك بينك وبين الله جل وعلا لم يطلع عليها أحد سواه. فإذا دخلت المساجد فاعلم أن هذه البقعة التي وقفت عليها أن من أحب الأعمال إلى الله أن تعمرها بقيامك وركوعك وسجودك، فأكثر عليها من طاعة الله وذكر الله، فليأتين عليها يوم بين يدي الله تشهد لك بما كان منك من صالح القول والعمل، وليأتين عليها يوم بين يدي الله تشهد لله أنك ركعت عليها وأنك سجدت عليها وأن دمعتك قد أصابت شغافها. إذا قمت في ذلك المكان فاعمره بذكر الكريم الرحمن،
فإن الله يحب منك أن تذكره على أرضه فتعمر هذه البقعة بذكره وشكره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن قام الإمام إلى صلاته فكن مع المؤمنين وكن مع القائمين، فإن الرحمة تحيط بهم من ورائهم ودعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم، فقم مع القائمين واجعل في نفسك افتقارا إلى رحمة ربك، وقل ربي أسألك أن تجعل قيامي خير قيام، وأسألك أن تجعل مقامي بين يديك خير المقام، أسألك إخلاصا لوجهك وخشوعا بين يديك، فإذا سمعت آياته فأصغ إليها وأحضر لها قلبك واستجمع لها فؤادك، واعلم أن الله يسمعك ويراك، فأظهر لله جل وعلا ما استطعت من الخشوع، والبس لباس الذلة بين يديه والخضوع، فإنه يحب الخاشعين ويحب الخاضعين، فما ذل عبد بين يديه إلا أعزه، ولا افتقر إليه عبد إلا أغناه. نسأل الله العظيم من